ما تلغي رغبتك وما تقتل رغبتك، اتحكم برغبتك وإرادتك، ما تخلي رغبتك شهوانية. الرغبة ممكن تكون رغبة جنسية، الرغبة ممكن تستعمل للظلم والقهر والانتقام، فيك تستعمل جسمك للشر وفيك تستعمل جسمك للخير. النبي يوسف عليه السلام كان عنده الإرادة والإيمان ورفض إنه يتنازل عن شرف. اشتغل على حالك إن تكون رغبتك صادقة ورغبتك تكون للخير والمحبة.